عصام الساعة كام؟ الساعة 7، وأنا جيت لك مرتين قبل كده والبواب قال لي إنك هنا، لكن خبطت ومحدش فتح لي. معلش، أصل سهرت طول الليل أنا الواد طارق قعد نلعب. أنت مش هتحترم نفسك وتبطل حركاتك التافهة دي؟ حركات إيه؟ أنا عايز أفهم إيه الكذبة الحقيرة اللي قلتها لمها وقالتها دي؟ دي مش كذبة. لا كذبة، ولو الدنيا كلها اتغشت فيك أنا مش هتخدع فيك لحظة واحدة. أوكي، كذبت، وإيه يعني؟ كل حاجة مشروعة بقى في الحرب وفي الحب، ودول الاتنين سوا. طيب ما دام انت حلو كده يبقى تروح يا شاطر لمها وتقول لها انها كدبة. ايه؟ ده بعينك. ما هو يا كده يا خليك ما تنفعش للجواز ولا لمها ولا لغيرها. مش هتقدر تعمل لي حاجة، أنا ابن عم. تحب تجرب؟ الله، وأنت مالك يا أخي؟ ما تخليك في حالك وتسيبني في حالي أنا كمان. احنا هنعيده تاني ولا ايه؟ بقول لك ايه؟ في الأول ما كانش في حد موافق، دلوقتي بقى أمها مرحبة على
وابوها مكبر دماغه وماها. انت بوك. سمعت كلامي ولا لا؟ سمعته. يبقى تنفذه بالحرف الواحد، مفهوم؟ يعني ايه ما وصلتوش لاصل الوثائق؟ ده احنا اقوى جهاز امن في اسرائيل كلها. احنا فتشنا شقه مدمزيل هايدي شبر شبر، ما لقيناش اي ورقه، وكثفنا عليها المراقبه ليل نهار، ما وصلناش لاي حاجه. يبقى اكيد محتفظه بالوثائق دي باي حسابات بنك او خزنه امانات. انا عايزك تعمل تحرياتك عن اي حسابات او خزن في اي مكان في اسرائيل باسم هايدي او ايزاك، او اي شقه باسم حد منهم هما الاثنين في يافا، في حيفا، اي حته في اسرائيل، فاهم؟ اوامرك يا جنرال. اذا ما وصلناش لحاجه مش هيبقى قدامي غير مواجهه هايدي ايا كانت النتائج. يا فؤاد، انت لسه بتفكر في موضوع عمرو ده؟ لسه. طب انا اعتقد ان القسم الفني ممكن يقلده خط عمرو واسلوبه في جواب ينفي بيه جواز الوهمي. هو ممكن، بس تأثير الجواب ده مش هيكون بالقوة اللي تقنع خطيبته. والله دي وجهة نظري، ما اعرفش بقى ايه الحل من وجهة نظرك انت. انا بفكر في ضربة مزدوجة. نعم، دي بقى ميزة التفاصيل الصغيرة. انا نفسي اعرف ايه اللي بيدور عليه بكل الاهتمام ده. انا بدور على تاريخ عيد ميلاد. كل سنه وانت طيب يا حبيبي. وانت طيبه يا حبيبتي. ها، هتجيب لي ايه بقى في عيد ميلادك؟ نعم، هو الحال اتقلب ولا ايه؟ مين اللي المفروض يجيب لي مين؟ وماله يا حبيبي، احنا من ساعه كده ما حبينا بعض واحنا بنعمل كده حاجات محدش يتوقعها. المهم ان احنا مقتنعين باللي احنا بنعمله، والاهم بقى ان احنا مقتنعين ببعض. يا سلام، عصفورين والله. يا رب يا رب، وعد بالحب ده كله يا رب. عاوز ايه يا عنتر؟ انا مش عايز حاجه يا ابن اللوى، انا بس بحب اتفرج على الحب والهيام. اصل حب العيال ده. احترم نفسك ياض. ولا مؤاخذه، قصدي حب الشباب الجامعي، حاجه كده تختلف عن حب ثانوي. يلا يا خالد يلا. خايفه مني ليه يا ست الكل؟ انا صحيح على قد حالي بس ما بعدش، وجدع كسيب وعجبك، كلها سنتين ثلاثة وهلعب بالفلوس لعب قبل حتى ما المحروس خطيبك ياخد شهادته. هتسيبنا في حالنا ولا علمك الأدب؟ عندك حق يا ابن الأكابر، ما هو خلاص خلصت حاجتي من جارتي وبقينا كلاب عايز تأدبها وتربيها. حسبي ألف. 5% دي كنت باخدها زمان أول ما ابتديت، وده بس عشان أعمل اسم في السوق، لكن دلوقتي مش ممكن أوافق بأقل من 20%. 20% كتير قوي ريتشي، احنا ممكن نقدر ندفع 10% ده مقابل العقد كله. خلاص، دور على حد يجيبهولك بال10% بتوعك دول. عن اذنكم. استني بس يا عزيزتي ريتشي، الكلام اخد وعطى. عند ريتشي اخد بس. لكن ادون جاكوب كان وعدنا انه ممكن يقدر يقنعك، يعني انك تاخدي 15% ده بالكتير. وبتضيع وقتك معايا ليه؟ ما تروح له يخلص لك الحكايه. لا يا ريتشي، احنا عايزينك انت يا ستي وهندفع لك ال 20%، اوكي؟ عن اذنك. مدموزيل هايدي، بلغتنا اخبار غير ساره خالص. اخبار ايه؟ انك انت بتدوري على جريده ثانيه تنشر مقالاتك بعد جريده مختاف متوافق. في الحقيقه الموضوع ده شد انتباهنا جدا، خلانا كده نفكر في مشروع كبير كنا مأجلينه من زمان. ايوه، مشروع جورنال. ولو طبيعة مقالاتك اتغيرت احنا ممكن. لا لا، طبيعة مقالاتي هتتغير ولا انا هتغير ولا انتوا هتتغيروا، لانكم طبيعة مجسمة كده للفساد اللي حاربته وحافظه لحاربه طول عمري. الفساد؟ ايوه الفساد يا ادون بيير، انت وادون كهان. الفساد اللي خلاكوا فجأة اكبر مستثمرين في سينا كلها. تحبوا اقول لكم مين شريككم في كده ولا؟ الفساد هو السبب في اللي حصل لنا، علشان كده اول حاجه لازم نحاربه ونهزمه قبل ما نبني جيشنا من جديد. انا سامعها الكلام اللي بتقوليه ده، مكانه مش هنا، ده نادي اجتماعي مش سياسي. مفيش حاجه اسمها نادي اجتماعي ولا سياسي، احنا كلنا عايشين في دوله واحده، دوله اتهزمت علشان ما خلتناش نتكلم من الاول. قلت لك الكلام ده مكانه مش هنا يا انسه مها، ونفس الكلام موجه لكل اللي حواليكي. وعلى فكره انا هعتبر اللي بيحصل ده مظاهره سياسيه لو ما اتفرجتوش حالا دلوقتي. جبنة.
يا ماما. مشير انت مش معايا خالص. معلش يا سنتي مش قادر اكمل، بس اوعدك براسه تانيه بعدين. بعدين امتى؟ شكرا يا زين حي، مش معقول كده، انت مالك قطر كده، احنا خلاص لغينا المشروع كله وهنسيب المكان كمان يا بير. بالظبط، الكلام ما بقاش جايب تعمله. هروبكم ده مش هيقفل الموضوع. ايه يا زين حي، هم خرجوا خلاص. تحبي اجيب لك حاجه تشربيها؟ انت عايز مني ايه بالظبط؟ ولا حاجه يا زين حي، انت بس فكرتيني بانسان عرفتها. حب قديم؟ لا مش قديم. ممكن بقى اجيب لك حاجه تشربيها؟ فيش مانع. اتفضل. عجبتك قوي؟ قوي. على فين؟ هشوف شغلي، ممكن؟ يا برنسيس ما لسه بدري يا اختي. انا كنت مع خالد خطيبي. خطيبي الندامه على العموم، انا قلت لاخوك على عملتك السودا وهو هيتصرف معاك. ماما ده قراري. والفت ما تعليش صوتك على ماما. حاضر. انتوا بعتوا الشبكه ليه؟ اصل خالد كان سالف ثمنها من عنتر وكتب على نفسه وصل امانه، وطبعا عنتر حاول يستغل الموقف على قد ما يقدر. ولما خطيبك ما معهوش فلوس كان بيتبغدد ويخطبك ليه؟ يا امي ارجوكي خلينا اتكلم معاها. اتكلم يا اخويا، انا قلبي خلاص وجعني من كتر الكلام معاها. انا ما هنش عليا خالد يتذلل الكلب اللي اسمه عنتر ده، فقررنا نبيع الشبكه ونرمي الفلوس في وشه. وده الصح؟ صح، يبيعوا شبكتهم وتقول لها صح. طبعا صح، وصح قوي كمان. ده اللي عملته الفت ده هو اللي طمني عليهم. يا سلام، وانا اللي بقول ابني اقول له ما اقولوش تقوم تقويها عليا بدل ما تربيها؟ يا ست الكل فهميني، بس هو ده الحب اللي بجد، الحب اللي يخليهم يقفوا قدام اي شيء، يقفوا قدام حبهم مهما كان ثمنه او حجمه. يقوموا يبيعوا شبكتهم؟ يا ست يبيعوا الدنيا كلها، المهم يشتروا نفسهم ويشتروا حبهم. قال جبتك يا عبد المعين تعني، لقيتك يا عبد المعين تتعان، اعملوا اللي تعملوه، انا هسيبكم وامشي. اوعى ايدك. متشكره قوي يا ابي. بس تبي تصالحي ماما؟ حاضر. وقولي لخالد الموضوع خلص هنا خلاص، بس يا ريت ما يعرفش اللي اسمه عنتر ده تاني. وهو اكيد مش هيعرفه بعد اللي حصل النهارده. وايه اللي حصل النهارده؟ لا حول ولا قوه الا بالله. قلنا خلصنا من عنتر وبلطجيته، يوم يحصل كده؟ خف ايدك. طب تقدر تقولي بقى انت هتحضر عيد ميلادك ازاي وانت وشك مش هلفظ بالشكل ده؟ بيتهيألي يعني ان انا شفت الموقف ده قبل كده. لا المره دي ايه، المره دي كلتهم علقه تدرس، مش هينسوها طول حياتهم. يا ماما صحيح، هما مش هينسوها، لكن العالم اللي زي ده محدش فينا هيعرف اخرته ايه. متخافيش يا ماما، انا قدها ودود. احنا بقى مش قدهم ولا قد بلطجياتهم يا حبيبي. ممكن انت تخرج انت وابوك ويجوا يتهجموا علي انا واختك هنا في البيت. طب خلي حد منهم كده يفكر بس يعمل حركه زي دي، وانا كنت ادفنه بالحياه مكانه. لا شهم قوي يا اخويا، راجل غصب عنك. انت ساكت ليه؟ ما تقول حاجه يا طلبه. وهو يعني كلامي له قيمه؟ شفت عملت ايه؟ بابا انا اسف يا بابا. على ايه يا ابني؟ على اللي حصل لله دي، مع اني والله قطعت علاقتي بعنتر ده خالص من ساعه ما رديت له فلوسه. هو بقى مش عايز يسيبني في حالي. هو عدوك كده يا ابني، ما يرضاش يسيبك في حالك ابدا، عشان ما يجيش يوم وتكبر عليه وتقف في وشه وتهزمه. عندك حق بابا، انت لسه زعلان مني؟ لا يا ابني انا زعلان عليك. ليه بس؟ انا الحمد لله متفوق في الكليه بتاعتي، وكلها كام سنه واتخرج وابقى مهندس قد الدنيا. ان شاء الله يا ابني ان شاء الله.
أمال ليه يا طلبة بس حزين على طول كده وساكت وما بتكلمش حد؟ أكيد عمرو وحشه. أيوة يا عزة يا بنتي، هو عمرو. والله وحشنا كلنا. ما تزعلش نفسك، بكرة عمرو يرجع ومعاه شهادة كبيرة قوي تملى الحيطة كلها. دروا البيع الغلبان اللي قاعد معاكم، بعمل كل اللي عليا وبرضه محدش حاسس بيا. عمرو ده بطل بس محدش حاسس بيه. فعلا اتجننتي زي ما بيقول مشير. ايوه اتجننت، ولو انت مكاني هتتجنن زي وقت. لا يا حبيبتي، لو انا مكانك كنت ههدى وافكر بالعقل وافهم ايه اللي بيحصل حواليا قبل ما اولع زي كده. انا مش بس مولعه، انا النار بقت اهدى مني. غلط يا حبيبتي، غلط يا ريتشي. غلط؟ امال عايزني استنى لغايه ما تخطفوا مني؟ اللي بتكلمي عنها دي يا حبيبتي مش اي واحده ممكن نزحها عن طريقه. دي هايدي هاير، فاهمه يعني ايه هايدي هاير؟ ولا يهمني. لا يهمك ويهمني ويهم اسرائيل بحالها. دي بنت الجنرال هاير، اهم رجل امن في اسرائيل، يعني لو مسينا شعره واحده منها محدش هيعرف لنا طريق. انا باتصالاتي ممكن. اتصالات ايه؟ اتصالات ايه فوقي بقى؟ مفيش اتصالات اكبر من اتصالات الجنرال هاير، ده حسب معلوماتي. لو عايزه رايي يا حبيبتي، مفيش حل مع هايدي غير حاجه من اتنين، يا تنسيها يا ايه يا تصاحبيها. اهلا مشي، ازيك؟ لا لا خالص ما بعملش حاجه، لا لسه ما لقيتش اي جورنال ينشر مقالاتي، بس ما تقلقش نفسك اكيد هلاقي. مهم انت اخبارك ايه وعامل ايه؟ نتقابل؟ لا لا ما تخضتش بس استغربت. لا لا ما فيش اي مانع. طيب اوكي هقابلك في البارك كمان ساعه. مفاجأة انك تيجي بنفسك بابا. شقة صغيرة بس حلوة. ما تحاولش تقنعنا اني دي اول مرة تشوف فيها شقتي. اول مرة اجي. اه بس مش اول مرة تشوفها. اكيد رجالتك صوروها لك حتة حتة وهما بيدوروا على وثائق مساك. كويس انك فتحت معايا الموضوع ده، عشان انا مش هستحمل كتير لعبة القط والفار اللي بتلعبيها معايا. وبعدين دي مش وثائق إزاك، دي وثائق أمن إسرائيل ولازم أعرف مكانها. لا لا من الناحية دي اطمن خالص، الوثائق بمكان أمين. وفين المكان الأمين ده؟ في أي حتة، في بنك، في خزنة. أنت كدابة، أنا تأكدت بنفسي إن مفيش خزنة بنك أو ودائع أو أي مكان متأجر باسمك أو باسم إزاك، وأنت عارفة إن نظم الأمن في إسرائيل ما بتسمحش باستعمال اسم مستعار. مين عارف؟ الموقف ما يستحملش اسلوبك المستفز ده. احنا بنتكلم عن وثائق في منتهى الخطورة، نشرها بأي شكل من الأشكال يهدد أمن إسرائيل القومي. وأمنك أنت الشخصي مش كده؟ هايدي أنت بتحاولي تدمريني. خالص بابا، كل اللي بطلبه حريتي. وخدتيها؟ سبت البيت وساكنه في شقه لوحدك ومش عارفه انشر مقال واحد. دي مشكلتك انت مش مشكلتي انا. عشان كده كان احسن تصرف ان اخليها مشكلتك انت كمان. يعني ايه؟ يعني اذا كان متصور ان الوثائق دي هتحميه منكم، لكن الواضح ان ده ما حصلش. عشان كده قررت انها تحميني انا منكم. كان افضل وسيله ابلغكم بيها هي ان احاول انشرها. كنت عارفة ان لكم عين في الجورنال وانكم هتعرفوا. انت يا هايدي؟ لكن الشيء اللي ما تصورتوش ابدا هو انكم تحرقوا المطابع. كنت فاكرة انكم بالكتير هتسرقوا صور الوثائق وتعرفوا انها عندي. المهم انا استغليت غروركم وغطرستكم وهدور اللعبة بطريقتي انا.
لعب العيال ده ما ينفعش معايا. الوثائق لازم ترجع وإلا. وإلا إيه بابا؟ هتتخلصوا مني زي ما تخلصتوا من إيزاك؟ ده عايزة إيه يا عيدي؟ أنت حرة يعني إيه؟ إزاي ما تروحيش عيد ميلاد خالد؟ مش عايزة أروح يا أخي. الله، هو بالعافية؟ ما يصحش برضو يا ماما، دي الناس عزمانة يعني. هو إيه اللي يصح وما يصحش يا حبيبتي؟ بقولك مش عايزة أعرف الناس دول، خلاص مش طايقاهم يا عالم. أنزل أقعد غصب عني في وسطهم وينقطوني بكلامهم؟ طب ليه بس ليه؟ دول جيراننا وطول عمرهم ناس طيبين ومحترمين وما شفناش منهم حاجة وحشة. ما شفناش منهم حاجة وحشة؟ واللي عملوا المحروس ابنهم مش حاجة وحشة يا شاهين؟ وإيه اللي عملوا بس عمرو يا ماما؟ إيه اللي عملوا عمرو؟ سافر يا حبيبتي وقلع الدولي وسابك هنا زي البيت الوقف، لا بيرجع ولا بيفسخ الخطوبة عشان تشوفي حالك. بس أنا راضية. وأنا كمان راضي. وأنا بقى مش راضية. ومطرح ما تحطوا راسكم حطوا رجليكم. طيب قومي بس معانا، ولما نرجع نبقى نحط راسنا ورجلينا زي ما انت عايزة. ييه، هو انا هعيده تاني ولا ايه؟ قلت لك مش نازلة يعني مش نازلة. طب بس وطي صوتك بلاش فضايع. لا بقى مش هوطي صوتي. ها طب خلاص يا ماما خلاص، خليكي براحتك. سادة حلوة يا جميل، سادة حلوة يا جميل، سادة حلوة يا خالد، سادة حلوة يا جميل. برافو. سنة وانت طيب يا حبيبي. كل سنة وانت طيب. سلامة الست سميحة، كان نفسنا تكون موجودة معانا، لكن ان شاء الله بعد عيد الميلاد هطلع اطل عليها ان شاء الله. يا طنط بقول يا سياده اللواء، اي ان شاء الله كده تكون مبسوط في شغلتك الجديده في النادي، يعني او احسن من قعده البيت. وبصراحه من ساعه ما انت مسكت الوظيفه الجديده الوضع في النادي اتغير خالص. طبعا طبعا، ضروري بقى سياده اللواء طبق فيه خبرته العسكريه. ها بس كنت افضل ان اطبقها في حاجه اهم. ازيك يا خالد؟ لا يا موسى انا مش غلطانة، انت بتحب هايدي هاير وده شيء واضح، وانا لا يمكن اسمح بكده. ومين قال ان من حقك تسمحي او ما تسمحيش؟ دي حياتي الشخصية، مش من حق اي مخلوق انه يتدخل فيها. حتى انا؟ حتى انت يا رشيد. يا سلام، امال انت فاكرني معينك بمرتب ما يحلمش بيه جنرال في الجيش ليه؟ عشان تسيبني وتحب واحدة تانية؟ حلو قوي ان احنا وصلنا للمرحلة دي يا رشيد، ده بيحسم جوايا قرار كنت مأجله بقالي فترة. ايه يا اخوانا في الناس بره سامعه صوتكم؟ وانت مالك انت؟ وبعدين قلت لك 100 مره ما تدخلش من غير ما تخبط. اسف يا حبيبتي، انا لقيت بس صوتكم المره دي اعلى من كل مره. خلاص خلاص يا جاكوب، صوتنا مش هيعلى هنا تاني ابدا. تبقوا اتصالحتوا. لا، في حل افضل. استنى ابو شيء. في يا جاكوب؟ ازاي تعامل ريتشي بالطريقه دي؟ لو سمحت يا جاكوب، انا مش عايز اناقش الموضوع ده دلوقتي. خلاص يا حبيبي، ترجع تعتذر ونناقش الموضوع ده بعدين. انا ما عملتش حاجه غلط عشان اعتذر عنها. بس برضه هتعتذر. يعني ايه بقى؟ اسمعني كويس قوي يا حبيبي، انا شخصيا ما اقدرش ازعل ريتشي دلوقتي بعد المكانه اللي هي وصلت لها، وعشانها وباوامرها حاولت اعمل لك حاجات كتير قوي. حاولت اعينك في الامن الداخلي الاسرائيلي في وظيفه ليها مكانه وهيبه، وانت رفضت من غير اي سبب. اسمع يا حبيبي، انا كان ممكن استدعيك رسمي وساعتها ما كانش هيبقى عندك اي حجة للرفض، بس هي قالت سيبه براحته وسبتك، وهي بقى جابت لك وظيفة ما كنتش تحلم بيها. وظيفة ايه بقى؟ عشان ممكن تفهمها لي عشان انا مش فاهمها كويس. عمليا يا حبيبي انت مدير المحل. غلط، لان انا ما عنديش الصلاحية ندي اوامر لاي حد هنا ولا اي حد تاني ليه الصلاحية دي. ريتشي، ريتشي هي الكل في الكل، لازم تفهم ده وتستحمله كويس. افهمه انت واستحمله انت يا جاكوب، انما انا لا، دي غلطة ومش هتتكرر تاني. بمعنى؟ بمعنى ان انا هعيد الشريط من الاول، وهبتدي زي اي مهاجر جديد بيجي اسرائيل، هدور على وظيفة وسكن. اوهام يا حبيبي، لازم تفهم ان انت دخلت اللعبة ومش ممكن هتخرج منها. ريتشي غضبانة، هترجع تصالحها وتبقى تحت امرها. يا كده يا حبيبي يا ايه بقى؟
يا هخلي حياتك جحيم في اسرائيل. صحيح صحيح، الوكاله هترجع لنا. الحمد لله، احمدك واشكر فضلك يا رب، ده ربنا عالم بالحال. حقيقي يا فندم، دي احلى هديه جات لي في عيد ميلادي. دي اقل حاجه تقدمها مصر ليكم. الحقيقه احنا مش عارفين نشكرك ازاي، بس في حاجه اهم من الوكاله. قصدك عمرو؟ عمرو كويس الحمد لله، متقدم جدا في دراسته. على فكره بعت لكم كلكم السلامات. الله يسلمه ويرجع لنا بألف سلامة وخير يا رب. في سلام مخصوص عشانك يا نسمة. عشاني أنا؟ زمايله بيقولوا إنه طول الوقت ما بيبطلش كلام عنك، لدرجة إنهم غيرانين من حبكم اللي شاغل عقله كله. ربنا يخليهم لبعض، وما كمان ما بتحبش حد أكتر منه. بس في ناس بقى مش طايقين الحب ده وبينخوروا فيه طول الوقت. يعني إيه يا فندم؟ مش فاهم. أنا أفهمك يا أنكل، اصل في حد ابن حلال قال ان عمرو اتجوز في روسيا. اتجوز؟ لا 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 اطلاقا، الكلام ده ملوش اي اساس من الصح. مش قلت لك يا حبيبتي؟ تقول ما تقولش، انا اللي جوايا جوايا، واللي في راسي بقى مش هرجع عنه ابدا. ليه بس؟ الراجل الله يستره طمنا وقال ان دي كلها اشاعات، وعمرو لا اتجوز ولا عمره بيفكر في الجواز. بعدين ده راجل مش صغير وكلمته ليها وزنها. يا اخويا يتجوز ولا ما يتجوزش هو حر، انا ماليش دعوه بيه. انا ليه دعوه ببنتي دي اللي شايفه عمرها بيتسرسب قدام عينيا؟ يا ستي مالكيش دعوه بيا، انا مبسوطه وراضيه كده. بتقولي ايه؟ ماليش دعوه بيكي؟ نسيت ان امك؟ نسيت انك انت بنتي الوحيده؟ انا ما قلتش حاجه، بس دي حياتي وانا حره فيها. لا بقى، ما انتش حره. لا حره، وهستنى عمرو ان شاء الله يرجع بعد 100 سنه عن اذنكم. وانا مش هستنى بقى لما تخرب مالطة. يا اما سيب اسم عمرو ده وتشوفي حالك، يا اما مش هقعد في البيت ده لحظه واحده. تهديد صريح يا هايدي، يا اما افضل في البار واشتغل تحت رحمه رشيل، يا اما يقفلوا في وشي ابواب اسرائيل كلها. وانت موقفك ايه؟ سبت البار طبعا، قاعد دلوقتي في اوتيل صغير على ما الاقي شغل وسكن. مش خايف يا مشير؟ مهما كان اللي هيعملوه افضل بكتير من الوضع السخيف اللي انا كنت فيه. تعرف يا موشي، انا اول مره شفتك على ريتش في البار استغربت جدا انك تشتغل في مكان زي ده ومع ناس زي دول. اصلك بصراحه انت باين انك من طينه تانية خالص، انك مختلف عنهم. انا برضو قلت كده، بس قلت احاول استحمل لان ما كانش في بدائل تانية. وبعدين ايه اللي حصل؟ ما استحملتش. طب وهتقدر تستحمل اللي جاي؟ احاول.
عظيم. يعني الخطة ماشية زي ما أنا راسمها. لغاية دلوقتي مش لاقي وظيفة. بالظبط يا دون جاكوب، وإحنا وراه في كل حتة. مش عايزه كمان يلاقي سنتيمتر واحد في إسرائيل كلها. اطمن يا دون جاكوب، مفيش مكان واحد هيرضى يديله وظيفة. ما قلتش وظيفة بس. قلت مش عايز يلاقي سنتيمتر واحد في إسرائيل. بمعنى؟ بمعنى يا حبيبي إنه مش عايز كمان يلاقي حتة ينام فيها. عايزكوا تعملوا حملات تفتيش على كل الفنادق، وخصوصا الفندق الرخيص اللي هو نازل فيه، وكل الفنادق اللي محتمل ينزل فيها. عايزهم يفهموا بشكل غير رسمي إن وجوده معناه تفتيش يومي وتمسك باللوائح وعقاب على أي مخالفة صغيرة. مفهوم؟ مفهوم أدون جاكوب. أيوه. مين؟ تفضل نفذ أمرك يا أدون جاكوب. أهلا 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 يا حبيبتي، إزيك يا رشيل؟ يعني وإنتي بتكلميني دلوقتي أنا كنت لسه بدي تعليمات بالخصوص ده. يا رشيل يا حبيبتي دول أسبوعين بس، يعني مش وقت كتير. صدقيني بكرة فلوسه هتخلص وهيرجع لك ورجله فوق قفاه. أنا يا حبيبتي عمال ألف الحبل حوالين رقبته لغاية لما يتخن، وفي الآخر مش هيلاقي حضن حنين غير حضنك. يا حبيبتي متنرفزة ليه بس؟ يعني ليه بتزعقي؟ طيب ما ممكن بس ما... حاضر حاضر يا ريتشي، هشد عليه أكتر. شالوم. اللي عملته ده عين العقل يا ابو عادل، اللي بيعك بيه ولا تبكيش عليه. عندك حق يا ابو عصام، انا كان لازم انهي الارتباط ده على الاقل عشان اعرف اعيش. انت فعلا الفتره اللي فاتت دي ما كنتش عايش، طول الوقت كده مهموم وحزين وحالتك حاله. يا اخي الحمد لله اللي خلصت منها. الحمد لله. ندمان يا عادل؟ زعلان؟ مش مبسوط. طب يلا نام لك شويه لحد الصبح، وان شاء الله ان شاء الله هتصحى زي الفل. تصبح على خير. انت منال. الله، انتوا تعرفوا موسى؟ تصوروا بقى، واحد يهودي يبقى شبه عمرو اخويا، بقى دي معقوله؟ ده موسى ويهودي، وقابلنا انا وبابا على المركب وفي أتينا كمان، وكان عنده هناك مشكله وشاهدنا معاه في مركز الشرطه. الموضوع مش هيكون سهل أو بسيط، هتتعب كتير أوي في الأول وهتتعذب أكتر، هتواجه مشاكل كتيرة وتعنتات أكتر، خصوصا إنك هتبقى بالنسبة لهم يهودي شرقي سوفر ديم، يعني فئة أدنى في إسرائيل. يا ترجع لريتشي وتعتذر لها، يا خلي حياتك في إسرائيل جحيم. Thank you.